أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من صدى الأقلام نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى: محتجو ذي قار الأحزاب النافذة تواجه صعوبة في إيجاد مرشح مقبول اجتماعيا. في الزمان: المالية النيابية لن نوافق على قرض جديد وفقدان 6 تريليونات من المبلغ السابق. في ألترا عراق: صواريخ الفصائل تتلطخ بدماء الأطفال، غليان ونذر حرب في العراق. في العربية الجديد: دول عربية تعلن الحداد وتنكيس الأعلام بعد وفاة أمير الكويت. في القدس العربية: الشيخ نواف الأحمد يؤدي الأربعاء اليمين الدستورية أميرا للكويت. في الشرق الأوسط: بريطانيا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا. وفي عربي 21: معارك عنيفة في قرباغ وجلسة طارئة لمجلس الأمن. نبدأ بهذا المقال المنشور في صحيفة المدى، وكتب كاتبه في مستهله يقول: تم بحمد الله وتوفيقه طرد الأمريكان من بلاد الرافدين، وشعر أصحاب الصواريخ البالستية بالسعادة والفرح وهم يقرؤون أخبار الصاروخ الأخير الذي أطاح بطائرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وشعر بالزهو صاحب الصاروخ الذي لقن أمريكا درسا لن تنساها فيما صفق جمهور الصواريخ. البعض دمعت عينه فرحا، والآخر لا يزال يصرخ: الموت للإمبريالية. جاء ذلك في مقال تهكمي للكاتب علي حسين في صحيفة المدى حول جريمة قصف حي الجهاد في بغداد بصواريخ الكاتيوشا. المزيد في سياق هذه المادة. ربما سيقول البعض إن موت الأمهات والأطفال الذين نحرهم الصاروخ وهدم عليهم جدران البيت جاء بالخطأ، وأن التضحية في سبيل طرد الغزاة واجبة وتهون عندها كل الدماء. لن نخوض مع الخائضين في فرضية أن الصاروخ لم يكن ينوي قتل العراقيين، وسنكذب كل الروايات ونستبعد كل الفرضيات، لكننا يجب أن ندرك أن الحادث وقع لأن البعض ممن يمارس السياسة لا يؤمن سوى بحوار الصواريخ واختطاف الناشطين واغتيال الفتيات وبإراقة الدم العراقي. إن هيبة الدولة التي لا يزال يصرخ بها بعض السياسيين ليست جملا نتشدق بها، بل قرارات يصنعها مسؤولون يستجيبون لحقوق الناس ومطالبهم. ويخطئ من يتصور أن هيبة الدولة يمكن أن تتحقق من دون مراعاة لهيبة القانون وقدسيته والانتصار لكرامة الوطن والقصاص لكل من ينفذ سياسات دول أجنبية على أرض العراق. اليوم حين يريد البعض أن يحول الوطن إلى رهينة لصواريخه ويصبح أمن الوطن على المحك، فإننا نطرد من عقولنا قانون الغاب ونصر على قانون البشر، ولا نصمت علنية وفي السر نفرح ونسعد ونصفق لصواريخ تطلقها جماعات مسلحة. تبا اليوم: بدلا من أن يطالب مجلس النواب بإجابات شافية على سؤال محير، كيف استطاعت هذه الصواريخ أن تتنقل في مناطق بغداد بكل خفة ورشاقة والطريق مزروعة بمئات السيطرات؟ نراهم يهرولون صوب الفضائيات، يطلقون خطابات تطغى على لغة المنافع، ويسخر أصحابها أنفسهم للدفاع عن الخراب، مدعين أنهم بذلك ينقذون العراق. الآن إلى مقال منشور في صحيفة الكاردينا، وجاء في مطلعه: في المحصلة تخشى الإدارة الأمريكية من احتمال تكرار سيناريو الهجوم على بعثة دبلوماسية لها على غرار ما حدث لهم في بنغازي عام 2012. اقتحام محيط السفارة الأمريكية في بغداد ديسمبر كانون الأول الماضي سلط الضوء على هذا الخطر الذي من الممكن أن يقف وراءه عناصر مرتبطون بالحشد تتسلم رواتبها مباشرة من الخزينة العراقية،
بينما جهات أخرى لديها تمثيل بالبرلمان العراقي. مقال للكاتب مينا العريبي منشور في مجلة الكاردينا، نتابع وإياكم جزءا منه. أدخلت الولايات المتحدة تطورا خطيرا جديدا على المشهد العراقي بتهديدها بإغلاق سفارتها في بغداد لتضع ضغطا جديدا على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس العراقي برهم صالح بأن بلاده تتجه إلى إغلاق السفارة إذا لم تستطع القوات العراقية حماية السفارة الأمريكية وغيرها من البعثات الدبلوماسية بعد تصاعد الاعتداءات المتتالية على البعثات الدبلوماسية وعلى الفرق اللوجستية الداعمة لها ولقوات التحالف. ويدل هذا القرار على عدم تقبل واشنطن لتبريرات الحكومة العراقية لاستمرار تلك الهجمات وإخفاقها في السيطرة على المجموعات المسلحة خلال الأشهر الماضية. إغلاق السفارة يشير إلى أن واشنطن لا تثق بقدرة القوات العراقية التي قامت هي بتدريبها، كما يظهر أن المسؤولين الأمريكيين لا يرون الوضع الأمني في البلاد يتجه بالاتجاه الصحيح. ولكن في الوقت نفسه قد يدل على أن واشنطن تدرس إمكانية توسيع خياراتها في مواجهة الميليشيات من دون أن تترك ثغرة أمنية. فعندما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في مواجهة الميليشيات، هناك دوما دراسة لاحتمالات الرد على الولايات المتحدة، ومنها إمكانية ضرب المصالح الأمريكية على رأسها السفارة الأمريكية. تتابع الكاتبة مينا العريبي في مقالها المنشور في The Guardian. مصطفى الكاظمي الذي قام بزيارة ناجحة إلى البيت الأبيض قبل شهرين يجد نفسه اليوم في ورطة بسبب التحرك الأمريكي، فإذا تحرك الآن ضد الميليشيات سيظهر الآن وكأنه ضعيف ويتحرك بسبب الضغوط الأمريكية، على الرغم من جهوده منذ اليوم الأول، تقول الكاتبة، لتوليه منصبه في حصر السلاح بيد الدولة وإن لم يقم بتحرك قوي تفاديا لمواجهة محتملة بين الفصائل المسلحة. ستغلق واشنطن سفارتها وتضعف موقفه بشدة أمام المجموعات المسلحة المدعومة من طهران. الموازنة العامة ولعبة الحياة والدرج، مقال للكاتب كوفن شيرواني منشور بصحيفة الزمان، وجاء في مطلعه: أصيبت الموازنة العامة للدولة العراقية لسنة 2020 بالكثير من اللغط والارتباك، وأصبحت الموازنة حديثا يتكرر في وسائل الإعلام وقنواتها، وغدت موضوعا أثير كثيرا في مجالس الساسة والمثقفين العامة على حد سواء. ويمكن تعريف الموازنة العامة بأنها خطة مالية للدولة تعمل تخمين الإيرادات والعوائد وتقدير النفقات للحكومة ومؤسساتها لسنة مالية واحدة والتي تتوافق عادة مع السنة التقويمية. نتابع المزيد. يعتقد بعض أعضاء البرلمان بوجود مخالفات قانونية وحسابية، أبرزها وجود عجز يقارب النصف من موازنة مقدرة ب 148 تريليون دينار، وهذا العجز غير المسبوق في تاريخ الموازنات العراقية، يأتي في فترة وصل الدين العام للدولة وحسب تصريح لوزارة المالية إلى 134 مليار دولار. تغطي الموازنة المقدمة التقديرات لثلاثة أشهر متبقية من السنة الحالية، عليه قد لا يصح تسميتها موازنة سنوية كونها تشمل ربع السنة وليس السنة بأكملها، فقد جرت العادة أن تسمى كل موازنة باسم سنتها وتغطي كل أشهر السنة لا شطرا منها. وبسبب انقضاء قرابة تسعة أشهر من السنة الحالية وأن جميع الإيرادات والنفقات قد سجلت لهذه الفترة، فهي لم تعد تخمينات بل حسابات متحققة، عليه فإن التعبير المحاسبي ميزانية وليس موازنة، وهو الذي يسري على بيانات المدة المنقضية من السنة الحالية. في مقاله المنشور بصحيفة الزمان، كوفن شيرواني أو كوفند يتابع: من المرجح أن الخبراء والمخططين في وزارة المالية كانوا يتوقعون توجيه انتقادات إلى مشروع الموازنة الحالية، ويبدو وحسب ما تردد في الأوساط المالية يبدو أن الوزارة كانت تهدف إلى الحصول على غطاء قانوني
يسمح لها بالحصول على المزيد من القروض الخارجية تحديداً لسد النقص الحاصل في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهو أمر ليس يسيراً على الحكومة التي تضم 4 ملايين موظف و3 ملايين من المتقاعدين. الآن إلى مقال منشور في صحيفة العربية الجديد، وجاء فيه: منذ اللحظة الأولى لتحديد رئيس الحكومة العراقية الحالية مصطفى الكاظمي موعد الانتخابات البرلمانية في بلاده، تحديد 6 يونيو/حزيران المقبل لذلك الموضوع، والقوى والأحزاب السياسية التقليدية تحاول أن تجد لنفسها آلية جديدة لتبقى في صدارة المشهد السياسي كما اعتادت منذ 2003، فما بين قانون الدوائر المتعددة إلى انبثاق قوى وتيارات سياسية جديدة شبابية، تراوحت أفعال الأحزاب التقليدية في محاولتها تفريغ أي أثر لتلك الانتخابات من مرادها الذي حددت من أجله باعتبارها انتخابات مبكرة، وأنها واحدة من أولى أولويات حكومة الكاظمي. مقال الكاتب إياد دليمي في صحيفة العربية الجديد حول الأحزاب الجديدة في العراق. ولعل واحدا من المصطلحات الجديدة التي فرضت نفسها على واقع السياسة في عراق اليوم مصطلح الإزاحة الجيلية، وهو إن شئت الدقة تحاول من خلاله أحزاب السلطة تسويق نفسها مرة أخرى وتجد مقبولية لدى الشارع العراقي الذي أعلن رفضه الشديد لهذه القوى والأحزاب عبر تظاهرات استمرت لأشهر، على الرغم من قمع السلطات والميليشيات والتي ما زالت تمارس كل أنواع القمع لوأدها والتخلص من تبعاتها. والإزاحة الجيلية الذي تتشدق به أحزاب السلطة يعني أن هناك جيلاً جديداً يسعى ويعمل من أجل إزاحة جيل قديم، وهو وإن يمثل غاية التظاهرات في العراق إلا أنه يبقى ناقصاً وغير مكتمل، خصوصاً عندما تجد أن الأحزاب التقليدية هي التي تسوق هذا المصطلح وتشيعه بين الناس. في الديمقراطيات الراسخة لا مجال للإزاحة الجيلية، بل هناك تكامل وتلاقح أفكار بين جيل قديم متمرس وجيل جديد وثاب يسعى إلى تطبيق تجربة جديدة بمعايير عصرية أكثر. أما في العراق فإن ما يجري هو عملية تسويق للقديم بثياب جديدة لا أكثر ولا أقل. في صحيفة العربي الجديد يتابع إياد الليمي قائلا: صحيح أن جيلا من الشباب العراقي عبر عن رفضه للعملية السياسية وأحزابها وميليشياتها عبر تظاهرات 20 الأول، إلا أن هذا الجيل لم يعبر بعد عن نفسه من خلال كيان سياسي مستقل يستعد لخوض الانتخابات المقبلة، والسبب ليس لأن هذا الأمر يغيب عن شباب الساحات المنتفض، وإنما لأن هذا الشباب لم يجد فسحة الحرية التي يمكن من خلالها أن يعبر عن توجهاته وأفكاره، فما زالت قوى السلطة والميليشيات تلاحق شباب التظاهرات، تعتقل هذا وتختطف ذاك وتغتال ثالثا ولا تتردد في قتلهم، حتى وما قصة سجاد العراقي ابن الناصرية عنا ببعيدة، حيث تم خطفه وتغييبه منذ ما يزيد عن 10 أيام. الآن إلى مقال منشور في صحيفة القدس العربي: في ذكرى تأسيس هلا الأمم المتحدة صرح كاذب ويكذب فيما يتعلق بمسألة العدل والعدالة. يتساءل الكاتب مثنى عبد الله في مقاله ويضيف: بمقاعد فارغة وزعامات غائبة وخطابات مسجلة وحروب ساخنة وأخرى باردة وملفات شائكة، أجبر فيروس كورونا الأمم المتحدة التي تحتفل بالذكرى 75 لتأسيسها، أجبرها لتكون منظمة افتراضية لأول مرة في تاريخها، وتعقد اجتماعاتها السنوية تعقدها عبر تقنية الفيديو. إن ميثاق الأمم المتحدة ما زال يمثل الحالة السائدة بعد الحرب العالمية الثانية، وإن توقيعه آنذاك كان يحابي تلك الظروف،
ويداري مصالح القوة التي خرجت منتصرة في الحرب. لذلك أتت الامتيازات التي فيه عبارة عن جوائز الحلفاء المنتصرين. من هنا نرى أبرز علة بنيوية شاخصة في هذا الميثاق، وهي حق النقد الفيتو الذي جاء بإلحاح من الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت، الذي أصر على تضمين الميثاق هذه الوسيلة كي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية للتخلص من قرارات الزعيم الأسبق للاتحاد السوفيتي ستالين التي لا يرغبون فيها. هذا الوضع جعل الكيان الذاتي للمنظمة بشكل عام يعاني من حالة هشاشة وعدم قدرة على ممارسة التنفيذ، كما أبقته رهينا لتلك القوة نفسها وسائرا وفق إيقاع زمن ولى ومتمسكا بواقع سياسي واقتصادي وعسكري واجتماعي ليس ابن الحاضر، ما شكل تحديا كبيرا ومستمرا للمنظمة الدولية ولمصداقيتها وقدرتها على الفعل، حيث يفترض أن تكون ابنة الحاضر لا الماضي. تحولت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لمنبر عروض يقدمها قادة الدول يخاطبون فيها الداخل في دولهم وليس المجتمع الدولي. يتابع مثنى عبد الله إن ميثاق المنظمة الدولية يؤكد على أنها وجدت لخدمة الأمن الجماعي لشعوب العالم، لكن يبدو هذا مجرد خيال في الوقت الراهن، فوباء كورونا كان الدليل الأكبر والأحدث لتفنيد ذلك، حيث نرى الانقسامات على أشدها بين الدول الكبرى في هذا المجال، ما أعاق بشكل كبير الاتفاق على وضائع استراتيجية من أجل العمل المشترك وحماية المجتمع الدولي من هذه الكارثة الصحية. الآن وصلنا وإياكم إلى آخر المقالات بحوزتنا. ما الذي يستطيع إيمانويل ماكرون عمله بعدما قال للبنانيين ما عليه قوله؟ ما الذي يستطيع عمله بعد اكتشافه أنه لا وجود في لبنان لمن يفكر بإصلاحات حقيقية وأن البلد رهينة عند إيران؟ مقال الكاتب خير الله في صحيفة العرب اللندنية، نتابع جزءا منه الآن. تبدو المعادلة في غاية البساطة، هناك رهان إيراني على رحيل دونالد ترامب من البيت الأبيض وحلول ديمقراطي جو بايدن مكانه. من الآن إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستحاول إيران المحافظة على كل ما لديها من أوراق في المنطقة. تعتقد أن هذه الأوراق بما في ذلك ورقة لبنان ستساعدها في التوصل إلى صفقة مع الشيطان الأكبر شبيهة بصفقة صيف العام 2015 مع إدارة باراك أوباما الذي اختزل كل مشاكل الشرق الأوسط والخليج وأزماتهما بالملف النووي الإيراني. كل ما على إيمانويل عمله هو ممارسة لعبة الانتظار التي فرضتها إيران. انضم إلى الذين ينتظرون هل سيتغير ترامب أم لا. اكتشف أخيرا ما هو لبنان في السنة 2020 وماذا يعني أن تسيطر إيران على البلد وأن تقرر من هو رئيس الجمهورية الماروني، وما إذا كان في استطاعة رجل آدمي وخلوق مثل مصطفى أديب تشكيل حكومة أم لا. في مقاله خير الله يتابع من الآن حتى موعد الانتخابات الأمريكية في 23 نوفمبر المقبل، يحتمل أن يتدهور الوضع أكثر في لبنان. لا يمكن سوى توقع المزيد من التدهور في بلد ليس فيه من هو قادر على تحمل أي مسؤولية من هذا النوع. إلى هذا الخبر المنوع الذي اخترناه لكم أعزائنا المشاهدين، وفيه من مدينة المنستير في تونس، أعد مراسل صحيفة الجارديان تقريرا صحفيا سلط فيه الضوء على قضية اصطياد سمك القرش في تونس. يقول المراسل في تقريره الذي ترجمته عربي 21 إن رائحة السمك التي تزكم الأنف بسبب أحشاء الأسماك التي بقيت في حر النهار تبقى قوية في الأجواء. لقد غادر أصحاب الأكشاك الآن، ولكن من بين المخلفات هناك رأس لسمكة قرش واضح الشكل، وفي حاوية قريبة يمكن رؤية هيكلين لسمكتي قيثارة البحر نزع عنهما اللحم. وسمك القرش في تونس متنوع ويشمل كل الأنواع من القرش الأبيض الذي يزن 680 كيلوغراما الذي تم صيده في جرجيس قرب الحدود الليبية قبل عامين، إلى الأنواع الصغيرة من سمك القرش والتي تتغذى على القشريات في قعر البحر.
وكل منها يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري في تونس. إلى الكاريكاتير الآن. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اليومي صدى الأقلام. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.